أسرة المندوبية العامة لأول مرة بذكرى تأسيسها، وهي مناسبة للاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف موظفي المندوبية العامة وبالأدوار ديالهم، سواء على المستوى الحفاظ على أمن والسلامة ديال السجناء والمساهمة في الحفاظ على أمن العام، أو على مستوى تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج. وهي مناسبة عرفان أيضا، سنجعلها هذه المناسبة يعني سنويا سيتم الاحتفال بها من طرف موظفين لتقييم المنجزات والنظر إلى المستقبل إن شاء الله. العامة لإدارة السجون. يمكنني أن نتخذها على مستوى شخصي في انتظار ما هو أفضل بإذن الله مع وزارة المالية بالخصوص. إذن أول إجراء تنظيم حركتين انتقاليتين رسميتين كل سنة بدل واحدة لتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الانتقال. الدراسة الفورية لطلبات الانتقال لأسباب صحية من طرف لجنة مركزية مختصة. دراسة طلبات الانتقال بالتبادل والالتحاق بالزوج أو بالزوجة مرة كل شهر. العمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين والذي روعيت فيه معايير الجودة وملائمة لطبعة المهام. مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها والاستمرار في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل بالسجون، والتكفل بأيتام وأرامل الموظفين وتقديم الدعم للمتقاعدين عرفانا لهم بما أسدوا من خدمات لهذا القطاع. أنا فرحانة بالتتويج ديالي اليوم وطنيا، وكنشكر بزاف الموظفين ديال مؤسسة السجن المحلي الصويرة والمسؤولين ديالي تماك اللي كاع دعموني وصوتوا ليا واعترفوا ليا بالمجهودات اللي انا كنقوم بها مضى 30 سنة من العمل. ما هو اصعب في المهمه؟ شنو هي اللي صعيبه بزاف؟ احنا العمل ديالنا كله صعيب، لان كانت ما فيهش غير مسائل اداريه، في مسائل امنيه واعاده الادماج، وخصك توفق ما بين الادماج والامن. ذكرى ديال تاسيس المندوبيه العامه لاداره السجون، وهذا عمل، هذا يوم يعني حافل بالمنجزات في 10 سنين الماضيه. مثلا الخدمات اللي تقدم الجمعيه لهذا الموظف؟ عندنا الخدمات، حنايا كنخدموا في اطار السكن، دعم السكن، وكاين دعم الصحه، كاين برامج كثيره من اجل دعم الصحه، ولو كاين التامين التكميلي للمرض، كاين الاسعاف الطبي، وكاين ايضا مجال ديال النقل. يعني حنا اللي مكلفين باسطول النقل، اغلبيه ديال اسطول النقل اللي كيوصل الموظفين مقرات العمل ديالهم، وايضا في مجال الترفيه اون جينيرال.